السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بصلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده هنعمل مع بعض إن شاء الله جبنة كريمي اللي هي بريزولا أو أي كوبايات جبنة، كوبايات بطريقة سهلة وبسيطة وهتعجبكم إن شاء الله بكمية كبيرة كمان من لتر لبن واحد. عايزة أقول لكم بصوا القوام بتاعها، دي متحطتش في التلاجة ولا أي حاجة. شايفين القوام؟ حلوة بقى لسحور رمضان ان شاء الله، لسندوتشات الولاد لو في مدارس لسه يبقى سندوتشات المدارس، فهي حلوة لأي حاجة بصراحة. بس دي اتحطت بقى في التلاجة في قوامها اتقل شوية، بتحط احتفظي بيها بقى كده عندك لسحور رمضان ان شاء الله. كل سنة طيبين، اللهم برغنا رمضان كده فقدين ومفقودين بإذن الله. ويلا مع بعض بقى نشوف هنعمل الجبنة دي ازاي. معانا هنا بقى كده حلة على النار، معانا هنا حوالي 4 معالق زبدة، ننزلهم كلهم عشان ده المقدار بتاعنا يعني. ماشي، الزبدة بقى تسيح معانا كده. معانا 2 معالق نشا كبار، معانا 2 معالق دقيق، الزبدة بس تسيح معانا كده مع الدقيق. نعلي النار شوية. الزبدة كانت في الفريزر فايه خدت وقت شوية، نسيح بس الزبدة كده. طبعا الدقيق ده متقلقيش منه، مش هيعمل اي طعم في الجبنة لان هو ايه مستوي على النار، يعني مش حاطينه ني للنشا ولا الدقيق، هي طعمهم هيبان خالص ان شاء الله. بس كده بس كده معانا بقى هنا ايه لتر حليب او كيلو حليب او كيلو لبن. بسم الله، نقلب بقى كده لغاية ايه ما يتقل معانا شوية. مننساش بقى ذكر الله والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والاستغفار كتير. يدينا فيه كده منشيلهاش خالص. جربوها والله يا جماعة، الجبنة دي ان شاء الله هتعجبكم جدا وهتوفر معاكم كتير قوي وبتعمل كمية كبيرة قوي يعني. هقلب انا بقى كده لغايه ما تبتدي تتقل عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم تاني. لو كده ابتدى بقى ايه يتقل معانا، اهو شايفينكم ابتدى يتقل. فهننزل هنا معانا 4 مكعبات او اربع قطع جبنه مثلثات. دي لازم تنقي نوع كويس تكوني بتحبيه يعني، عشان هو ده الطعم اللي هيبقى معاكي في طعم الجبنه. حطها كده ايه قبل ما تغلي عشان تسيح معانا. ابتدت تسيح معانا. معانا كمان 4 معالق لبن بودرة، نقلب بقى كده. اهم حاجة طعم الزبدة يبقى حلو عشان تديك طعم حلو وطعم وتنقي نوع الجبنة المثلثات اللي انت بتحبيه، عشان هو ده الطعم اللي هيبقى معاكي في طعم الجبنة. عايزة تزودي جبنة المثلثات زودي، وفي اضافة كمان هقولها لكم دلوقتي برضو هتخلي طعمها حلو جدا. قوام ابتدى يتقل معانا، مش عارفة باين معاكم ولا ايه.
ماشي، ابتدت ايه تغلي معانا كده. هننزل بايه؟ معلقه ملح صغيره كده مليانه. طبعا الملح تدوقي وتشوفي انت بتحبي الملح بتاعك ايه، بس احنا ما بنحبش الملح زياده قوي، فانا هحط كده وهدوق واشوف. ابتدت تتقل معانا اهي، الكم بتاعها يعني تحفه، شايفين لو باين معاكم يعني لسه لما تغلي. معانا هنا كمان 4 معالق قشطه، دي القشطه بتاعت وش اللبن، اي قشطه عندك موجوده حطيها. دي برده هتديها ايه، دسامه كده وطعم غني، هتخلي طعمها حلو جدا ان شاء الله. نزل المقدار كله عشان ايه، برده ده المقدار بتاعنا. لو انت ما عندكيش جبنه مثلثات او عندك حتتين بس، هتزودي القشطه، هتخليها مثلا كوبايه قشطه عشان تديك الطعم الغني الحلو. ابتدت تغلي معانا، هي طبعا ايه كل ما بتقعد كل ما بتغلي، بس احنا مش عايزينها تقيل، كل ما بتقعد كل ما بتتقل، بس احنا مش عايزينها تقيل قوي، احنا عايزين قوامها يبقى كريمي زي اللي بتشتريه من بره، وبعدين بتحط في التلاجه كمان هتتمسك معاكي اكتر اهو. شايفين؟ عايزه اوريكم بس القوام بتاعها عشان قوام كريمي ازاي. بس كده، هي كده غليت معانا، هنطفي عليها بقى ووريلكوا بقى ايه بعد ما تخلص ان شاء الله. ودي الجبنه بتاعتنا اهي بعد ما خلصت بقى، دي بعد ما حطيناها في الثلاجه كده، قعدت لها كام ساعه حلوين في الثلاجه. بصوا القوام بتاعها كريمي ازاي، شايفين؟ دي كده في الثلاجه. ودي بقى ايه بعد دي ما اتحطتش في التلاجة، تحتفظي بيها انت بقى في التلاجة عندك، بتقعد معاكي اسبوع في التلاجة. انا طبعا عاملة في علبة اهي، العلبة دي هتحط في الفريزر، وقت ما تعوزي تطلعيها هتطلعيها تفك وتستخدميها برضو، تقعد معاكي اسبوع في التلاجة. فانت هاخدي الكمية اللي هتحتاجيها والباقي حطيه في علب في الفريزر، لكن حطي على قدك في التلاجة لمدة اسبوع. ويا رب النهارده فيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش بقى اللايك والشير وسبسكرايب.